هذا الحكم هيخلي يعني نزاعات كثيرة تطمئن، لأن عدد الدعاوى المرفوعة الآن على إفساد وعدم الاعتراف بعقود مع الدولة كثيرة جدا، وهزت الثقة في كلمة الدولة. هذا الحكم الذي أيد أن ما وقعته الدولة مع مستثمر جاد كان عقدا سليما حتى لو كان بالأمر المباشر، يطمئن كثير جدا من رجال الأعمال، ويطمئن السوق المصري في العقار وفي السياحة، لأن أراضي العقار وأراضي السياحة نسبة كبيرة جدا منها بتسند إلى شركات كبرى للاطمئنان إليها دون مزاد ولكن بتقدير السعر. فالشك في عقد طلعت مصطفى يعني تبعه الشك في عقود كثيرة. أرجو أن يكون هذا الحكم مطمئن للمجتمع المصري، ومطمئن لقطاع الأعمال المصري، ومطمئن لجميع الناس أن الحكومة كلمتها ثابتة، وما تقرره الحكومة احتراما لها هو كلام جيد. نعم، طيب، هي هذه القضية كان لها أوضاع خاصة، باعتبار أيضا أنها تمتد على مساحات كبيرة. هل برأيك بالنسبة للأراضي التي عليها بعض الإشكاليات والنزاعات، هل سيتخذ إجراء مماثل؟ لا أستطيع أن أقول ماذا سيحدث، لكن مؤكدا أن هذا الحكم سيكون سابقة تتبع في غيرها، لأن اتباع تأكيد أن الحكومة إذا وقعت على ورقة فهي ورقة سليمة يعطي الاحترام الشديد للحكومة المصرية. الحكومة المصرية يجب أن تكون محترمة حتى يقبل عليها المصريين في الاستثمار، ويقبل عليها الأجانب في الاستثمار، ونحن محتاجين إلى استثمارات كثيرة مصرية وأجنبية لملء الفراغ في مصر. نعم، طيب، فيما يتعلق بأسعار الأراضي، يعني باعتبار أنه كانت الإشكاليات أنه هذه أو يعني هؤلاء المستثمرين قد اشتروا هذه الأراضي بأسعار تعد رخيصة وبخسة للغاية، هل برأيك مثل هذه الأحكام وفي ظل طبعا الأجواء المضطربة التي نراها هنا وهناك في الشارع المصري، هل سوف تتعرض أسعار الأراضي إلى نوع من التراجع بشكل عام في السوق؟ لا، أنا أختلف تماما مع من يقول أن هذه الأسعار التي اشترى بها المستثمرون المصريين أسعار رخيصة. هذه الأسعار كانت الأسعار المناسبة عند توقيع العقد بين الشركة أيا كان اسمها وبين الدولة. أحب أقول مثل بضربه دائما، أن أرض على النيل، أغلى وأحسن قطعة أرض على النيل التي أقيم عليها سيميراميس، الدولة باعتها ب 120 جنيه المتر، وفي أرض أخرى على النيل في موقع آخر بعتها ب 28 ألف جنيه المتر لفرق الزمن. فلا نستطيع النهاردة ان احنا نيجي نقول على ارض بيعت لمستثمر من 5 سنين او 4 سنين او 12 سنة ان الارض رخيصة، لاننا نقدر بسعر اليوم، والذي يقدر هذا الكلام جهلاء لا يستطيعون ان يعرفوا الظروف. فما بعته الدولة لمستثمرين في وقت البيع كان سعرا مناسبا. طيب، ماذا عن الوضع الحالي؟ كيف ترى الاوضاع الحالية بالنسبة لاسعار الاراضي؟ من الذي يستطيع ان يحدد، يعني من ان كان، يعني على الاقل هناك الكثير من يعني التداخلات فيما يتعلق بوضع السوق، سوق العرض والطلب. انا اعتقد انه في المستقبل ستتم جميع الاراضي بمزادات، وهذا ليس عيبا، ومصر عملت مزادات من وقت الوزير السابق احمد المغربي، وما فيش اي مشكله في ذلك. لكن ما تم قبل ذلك، هذا الحكم يؤكد انه يجب ان يكون عقدا سليما لا رجعه فيه. ما بعد ذلك المزادات هي التي ستحدد سعر الأراضي. نعم، ولا عيب في ذلك. نعم، طيب، فيما يتعلق بوضع المشاريع العقارية سيد حسين حاليا، هل برأيك سوف ستعود العجلة بشكل قوي أو حتى بشكلها الطبيعي الذي سبق وضع الثورة؟ مؤكد ستعود، لأن الحاجة في مصر ملحة. نحن لسنا مثل دول عربية بتبني أكثر من احتياجات الشعب. نحن عندنا أزمة في الإسكان، وعندنا أزمة في الوحدات السكنية، وهناك طلب حقيقي من المصريين وغير المصريين على الوحدات السكنية. فمن المؤكد أنها ستعود، وستعود بالتدريج، وستعود يعني بطلب كثير جدا على الوحدات في مصر. أنا أتوقع أن الأسعار سترتفع نتيجة أن التأخر هذا جعل الأزمة تزيد في الاحتياج إلى السكن.
طيب يعني الأسعار سترتفع، لكن يعني وواضح حتى بالنسبة للأزمة التي كانت قبل فيما يتعلق بالسكن، سكن يعني الناس ذوي الدخل المحدود، ودائما المشكلة هناك دائما، يعني في كل الدول العربية لدينا مشكلة في نوعية هذا السكن، ونرى مستويات البطالة التي تزيد ومستويات حتى التمويل التي تضعف من قبل المصارف. على أي أساس يمكن أن تستند الأسعار وأن ترتفع إن كان من تتوجه إليه لا يستطيع أن يدفع؟ لا، ذوي الدخل المحدود دي واجب الدولة، مش واجب رجال الأعمال أن يبنوا لهم. الدولة هي المسؤولة عن، زي ما هي بتدعم رغيف العيش وزي ما هي بتدعم الزيت والسكر والشاي، أعتقد أن ذوي الدخل المحدود يجب أن يكونوا مسؤولية الدولة. أما الطبقات المتوسطة والفوق متوسطة فهذه الطبقات ما زالت في حاجة إلى مساكن كثيرة، ودي اللي يتولاها رجال الأعمال والقطاع الخاص والشركات المصرية والغير مصرية. طيب لماذا تنهار الأسعار إذا إن كانوا يتوجهون إلى الطبقات يعني الغنية؟ يعني نلاحظ أنه بكثير من المناطق التي توجهت أو التي بنت كثيرا فيما يتعلق بالسكن الفاخر كانت أيضا تعرضت لتراجعات. لا، أي شركة محترمة لم تخفض أسعارها بتاتا، وإنما قل الشراء منها. لا تستطيع شركة محترمة درس أسعارها جيدا وباعت بعض الوحدات بسعر معين أن تبيع مثيلتها بسعر أقل، فلم تنخفض الأسعار أبدا عند الشركات الكبرى. ربما انخفض عند واحد مستثمر صغير بيبني عمارة صغيرة في شبرا أو في المعادي، هذا موضوع. لكن انخفضت أيضا عند واحد اشترى من 10 سنوات وحدة سكنية ولم يشغلها وارتفع سعرها جدا، ثم قبل أن يبيعها أغلى مما اشتراها لكن أقل من سعر السوق اليوم. نعم. طيب لنتحدث، هل تسمعني سيد حسين؟ أيوة تفضلي. أيوة، لنتحدث عن وضع التمويل، يعني باعتبار أنه له باع طويل، يعني وهذا هذا القطاع أو هذا النشاط كثيرا ما تتحدث عليه سوق العقار. هل برأيك التمويل نشيط وأم حاليا وضعت أمامه الكثير من العراقيل، يعني باعتبار أنه المصارف لديها الكثير من الأزمات ولن تتوسع كثيرا في التمويل؟ الفلوس اللي في المصارف النهاردة أكثر أو حوالي ضعف ما هي مقرضة، يعني مصارف مصر مقرضة 55% من الإيداعات لديها، لكنها تحتاط أمام هذا القطاع لأنه تعتقد أنه قطاع خطر التمويل فيه، فهي تمول هذا العقار لكن تمول الشركات الجادة وتمول المشتري. كيف نعرف الشركات الجادة من غيرها؟ كيف يمكن معرفة ذلك باعتبار أنه الكثير من الإشكاليات، يعني وخصوصا تحوم الكثير من الإشكاليات حول رجال أعمال، يعني في المرحلة الماضية رأينا ماذا حدث، يعني والبعض منهم هم في السجن حاليا. هذه مسؤولية البنك. البنك هو الذي يقدر ماذا المخاطرة في إقراض شركة ألف وإقراض شركة ب، وهو الذي يقدر أنا أستطيع أن أقرضها بمارجن كذا أو لا أستطيع. دي مسؤولية البنك ودراسات البنك. نعم. وبالنسبة للوضع بشكل عام برأيك سيد حسين، مع هذه التطورات يعني التي رأيناها بالحكم القضائي في مقابل استقالة الحكومة، كيف ترى الأوضاع يعني ولو من نظرة يعني سياسية قريبة؟ لا، الأوضاع السياسية رديئة، نرجو أن تستقر، نرجو أن تتوقف المظاهرات، نرجو أن يعود الجميع إلى العمل، نرجو أن تتم الانتخابات مجلس الشعب والشورى ورئاسة الجمهورية. عندما سيكون عندنا رئيس جمهورية وحكومة مدنية أعتقد أن الأمور ستعود منتظمة تماما. لا، أنا أتكلم مع استقالة الحكومة مع الوضع القضائي، يعني كيف ستتم آلية التنفيذ إن كان القضاء يعني يحتاج إلى حكومة موجودة؟ لا، القضاء دي هيئة مستقلة تماما عن هيئة الدولة، يعني عندنا 3 هيئات، التشريعية والتنفيذية وهي الحكومة والقضائية. نعم. فهذا الموضوع انتهى بالحكم القضائي، وإذا استقالت الحكومة مش معنى ذلك أن الوزارات لا تعمل، يعني مش معنى كده أن المهندس الري مش هيشتغل في مصلحة الري بكرة. نعم. لا، كل الحكومة شغالة ما عدا مجلس الوزراء.